ما هي الخطوات الضرورية لتعلم فن الحب؟ إن عمليات تعلم فن من الفنون يمكن تقسيمها كما هو معتاد إلى قسمين، القسم الأول وهو السيطرة على النظرية، والثاني هو السيطرة على الممارسة. إذا أردت أن تتعلم الطب فعلي أولا أن أعرف الحقائق عن الجسم البشري وعن الأمراض المختلفة، وعندما تتكون لدي كل هذه المعرفة النظرية لا أكون بأي حال من الأحوال خبيرا بفن الطب، إنني لا أكون أستاذا في هذا الفن إلا بعد ممارسة طويلة إلى أن تندمج نتائج معرفة النظرية ونتائج ممارستي في كل واحد. هو حدسي، ماهية السيطرة على أي فن؟ ولكن بجانب تعلم النظرية والتطبيق يوجد عامل ثالث ضروري لكي يصبح الإنسان أستاذا في أي فن، مثلا فن الحب. يجب أن تكون مسألة السيطرة على أي فن مسألة اهتمام قصوى، لا يجب أن يكون هناك أي شيء في العالم أكثر أهمية من الفن. ويصدق هذا بالنسبة للموسيقى والطب والنجارة وبالنسبة للحب. وربما يمكن هذا الجواب على السؤال الخاص بمعرفة السبب الذي يجعل الإنسان في حضاراتنا لا يهتمون إلا اهتماما نادرا بتعلم هذا الفن، برغم فشلهم الواضح وبرغم توقانهم العظيم للحب، يكاد يكون كل شيء آخر أكثر أهمية من الحب. النجاح، المكانة، المال، القوة، تكاد تكون كل طاقاتنا مستخدمة لتعلم كيف نحقق هذه الأغراض، ولا تكاد تكون هناك طاقة مستخدمة من أجل تعلم فن الحب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.